الفرق بين الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال، مثل صفة العلم، مثل صفة السمع والبصر، مثل صفة الحياة، مثل صفة القدرة، فهذه صفات ذاتية لله عز وجل دائما وأبدا لا تنفك عنه بحال، وهي من كمالاته العظيمة. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها ربنا سبحانه وتعالى أحياناً، مثل صفة النزول عندما ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، فهذه تسمى صفة فعلية، وكلها كمالات لله عز وجل، وهي وردت في القرآن والسنة كثيراً، وذلك ليتفقه العبد فيها وليترسخ يقينه وليعظم الله عز وجل حق التعظيم، وليرجو الله ويخافه ويكبره. فالله عز وجل أكثر من ذكر هذه الصفات في كتابه الكريم كثيراً.